الأمر الأول قلنا وجوب التحاكم إلى ما أنزل الله من الكتاب والسنة، ويجب على الأمة جميعا أن تعود إلى 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 إقامة شرع الله وإقامة المحاكم الشرعية التي يحتكم إليها الناس. وهذه قد يعني سأتكلم عليها لاحقا، لكن الغرب لا يريدها إطلاقا. هذه من الأشياء التي يعني يستميث الغرب من أجل ألا نصل إليها. لابد أن نتحاكم إلى القوانين الوضعية، هكذا فرض علينا، لأن هو لأن الصراع الذي وقع وانتصر علينا الغرب فألزمونا بهذه. هذه العقيدة يا أخي المسلم الذي تصلي وتذهب إلى العمرة وتحج وتفعل هذه واحد، يجب عليك أن تعتقد. وأنا هنا أوجه كلامي إلى الدعاة والعلماء وطلبة العلم، أن هذه القضية يجب أن تولى اهتماما عظيما، لأنها من صميم العقيدة، من صميم العقيدة إرجاع الناس إلى ما في الكتاب والسنة والتحاكم إليه بقدر ما نستطيع. لابد من العمل على هذه العقيدة وإرجاعها وإحيائها في الأمة. هذا الأمر الأول. هذا الناس من هذا ما أقوله الآن من أكبر ما يروج له هذا التنظيم، والذي يستحوذ به على الشباب وعقول الشباب، لأن فيه من النصوص ما الله به عليم، نصوص الكتاب والسنة التي تحت على التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تكاد تحصى في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء. الأمر الثاني الذي يعني نتفق نحن وهم فيه ويستغلون الشباب به هو مآسي المسلمين. لما تتأمل اليوم مآسي المسلمين يعني ترى ما يفطر الأكباد، ما يفطر الأكباد في حلب وفي فلسطين وفي بورمو وفي أفريقيا الوسطى ونحو ذلك. فهذه الأشياء لما تأتي لشاب صادق التدين وتعرض له بعض الصور وبعض المآسي سيتأثر غاية الأثر. إذن عندنا النقطة الأولى والنقطة الثانية. بقي الأمر الثالث وهنا المقتل. نحن أيضا نعتقد اعتقادا جازما أن الجهاد في سبيل الله إحدى الشعائر الإسلامية التي وردت فيها الكتاب والسنة، وأن الأمة منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم مهيئة في جهاد. نعم. إلى أن أبطله من انتصر علينا أو قفه أو شوهه. فيقال له الآن الشاب الصادق المخلص، يقال له يا أخي يا كريم، أنت شاب متدين تريد أن تنقذ الأمة وتريد أن تكون من الغرباء ومن الموحدين الذين يحبك الله، الدعوة إلى الكتاب والسنة والعودة إلى الخلافة الراشدة، انظر مآسي المسلمين، ولا حل لك إلا أن تنخرط في الجهاد. فهذه الأشياء موجودة عندنا، الجهاد موجود عندنا وتحكيم الكتاب والسنة موجود عندنا ومآسي المسلمين نراها. هم الآن يقول له حتى تنجو انظر تأمل في حال الأمة، ما في جهاد، علماء باعوا، علماء سلاطين، الجماعات مش عارف إيش، كلها ما بقي إلا نحن. فالشاب يجد الوهج الشديد للدعوة. لذلك أنا أتكلم معهم وتناقش معهم كثيرا، أقول لك يا أخي هم الذين رفعوا راية الخلافة ويريدوا الحكم الرشيد، هكذا يقول لك. نعم صحيح. بالأشياء هذه والجهاد تنكر الجهاد، يقول لي صحيح. لا ما ننكرش الجهاد. باب تنكر التحكيم الكتاب والسنة، لا ما ننكرش. باب تنكر أن المآسي المسلمين، شنو المخرج؟ باب المخرج تو هنا يأتي الخلاف، هنا يأتي الخلاف. هؤلاء الجماعات تنظيم الدولة وغيره، بدل ما يخرج مشروع للأمة متكامل للنهوض بالأمة، يأخذون هؤلاء الشباب ويوجهون طاقاتهم إلى الأمة نفسها تكفيرا وقتلا واستحلالا لدمائهم. أليس هذا الذي يقع ولا؟ هذا الذي يقع تحديدا. هذا صحيح. يا أخي الكريم، الخلاف الذي أكبر الخلاف الذي بينك وبينك، أنك أول شيء تسقط العلماء وسيفك بدل من أن تسله في محله لبشار وغيره تسله في الطاقات المسلمة التي مثلك والتي يعني لا تخالفك إلا في أشياء بسيطة. فهذا أكبر الانحرافات التي تقع فيها الجماعات في هذه القضية تحديدا.